بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن السسبنشن أو المعلقات. هنحضر مستحضر معلق للاستخدام داخل الجسم. المستحضر ده بيتكون من مغنيسيوم صلفيت أو اللي احنا بنسميه الملح الإنجليزي ولايت مغنيسيوم كربونيت في وجود الفيهيكل اللي هو البيبرمنت ووتر أز أفلافرد فيهيكل. أول خطوة من الخطوات طبعا احنا بنحط المغنيسيوم صلفيت في البورسلين مورتر، تمام، وبعد كده بنطحنه لغايه اما يبقى فاين بارتكلز. بعد كده ببدا بعد ما بطحنه بوصل للبارتكل سايز اللي انا شايفها انها خلاص بقى فاين بارتكلز، ببدا اضيف اللايت مغنيسيوم كربونيت واخلطهم ببعض لمده دقيقتين او ثلاث دقائق. بعد ما خلص عملية الميكسينج ببدأ أضيف البيبرمنت ووتر بورشن وايز وأقلب. طبعا أنا بوصل طبعا لغاية لما خلص حوالي 20 ملي من البيبرمنت ووتر لغاية ما يديني سموسي كريمي ابيرنس زي ما احنا شايفين كده. تمام، خلصت كل كمية العشرين ملي من البيبرمنت ووتر كده، اصبح عندي البيست ديت او الكريمي ابيرنس دوت ممكن ان انا اصبه في الميجرنج سلندر، وتبقى لي اخر خطوة اللي هي عملية الادجاستمنت للفوليوم بتاع السسبنشن للحجم اللي انا عايز اوصل له. بصب الكمية اللي انا حضرتها ديت في الميجرنج سلندر، تمام. الفاينل فوليوم حسب ما موجود في الحسابات اللي عندي بظبطه ببقية البيبرمنت ووتر لغاية اما ادجست الفوليوم لغاية 30 ملي بالظبط كده، تمام. وده الشكل النهائي للسسبنشن بتاعي. طبعا هو اسمه الوايت ميكسر او الخليط الابيض ميست البا دوت، ليه تو يوزز اللي هو از الاكزيتيف يعني لعلاج الكونستيبيشن مسهل، وانتسد مضاد للحموضه بالنسبه للمرضى اللي بيعانوا من الهايبر اسيديتي.